دي ان اي مساء الخير. مع عوده الوهج للمحكمه الخاصه بلبنان بفتره المرافعات النهائيه والعوده لتفاصيل جريمه اغتيال الرئيس رفيق الحريري، قرر الرئيس سعد الحريري انه يخاطب اللبنانيين بلغه عاقله وتصالحيه تحفظ البلد. نحن منذ البدايه طالبنا بالعداله، لانه ايماننا بالعداله هي بتحمي لبنان، والحقيقه هي بتحمي لبنان، وهذا طول الوقت اللي كنا بدنا اياه. وما بحياتنا لجأنا الى الثأر، لانه رفيق الحريري ما بحياته كان رجل يثأر، كان رجل عداله، ونحن مكملين بهالخطه. اهم شيء البلد بالنسبه لي، نحن بالاخر بالبلد عايشين مع بعض، بدنا نعيش مع بعض. بالمقابل قرر حزب الله وعملا بقول الله، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرر انه يرد التحيه للحريري باحسن منه. فقرر عبر بلديه الغبيري اللي برأسها احد انصار الحزب انه يسمي شارع باسم المتهم بقياده عمليه اغتيال حريري مصطفى بدر الدين. اكثر من هيك، اختارت البلدية شارع مقابل لمستشفى رفيق الحريري الحكومي ليحمل اسم بدر الدين. يعني شوي شوي بشيلوا قارمة المستشفى وبسموه المستشفى نفسه باسم المتهم بدر الدين. سعد الحريري بيحكي عن العيش معا، وحزب الله بسمي شارع باسم المتهم بدر الدين. بيطلع حدا بيقول لك خي البلدية أخذت قرار وشو خص الحزب؟ أكيد خاصه لما يكون سبق هالشي نشر النائب عن حزب الله نواف الموسوي صورة له بمكتبه وخلفه صورة بدر الدين. يعني الموضوع مسألة قرار سياسي، لا سيما انه الموسوي صاحب سوابق بهالملف تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وسلام على المصطفى الذي تم به بدر الدين. نعم، بيجيبوا لنا الاسامي دي منين؟ عنزة ولو طارت. وطبعا هذا سلوك طبيعي ديمقراطي، ما له جنس العلاقة بالفتنة اللي بيكرهها حزب الله، ولا له علاقة يعني بالاستفزاز وضرب العيش المشترك، لا 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 ابدا نهائيا. طبعا تعالوا نتخيل حدا مثلا قرر اليوم شي مجنون مثلا يسمي شارع، او قرر بمناسبة عاشوراء يرفع يافطة لشمر بن ذي الجوشن مثلا هيك، او انه اخيه انه نسمي مثلا اوتوستراد يزيد بن معاويه. هل يعتبر هالشيء عادي طبيعي؟ بلا التاريخ، شيلوا التاريخ على جنب. لو حدا قرر يسمي شارع باسم صدام حسين بلبنان مثلا بذكرى المجازر اللي ارتكبها صدام بحق اهل جنوب العراق، شو عادي؟ او يا اخيه حدا قرر يسمي شارع باسم معمر القذافي المتهم باختطاف الامام موسى الصدر، قال لك خيي هيدا متهم ما في اثبات على مسؤوليته، طقطع او شو؟ وعسيرة الامام الصدر هيدا كان موقف اللبنانيين بذكراه. وصف الرئيس ميشيل عون الامام الصدر بالقامه الوطنيه التي نضلت في سبيل وحده لبنان ورساله التعايش فيه. رئيس الحكومه المكلف سعد الحريري فقال: نستذكر قامه روحيه وانسانيه كرست نفسها للدفاع عن لبنان والعيش المشترك بين ابنائه. غرد رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل قائلا: في الذكرى الاربعين لتغييب الحقيقه يبقى الامام موسى الصدر ورفيقاه صوت الضمير الصارخ دفاعا عن لبنان المقاوم القوي. قال رئيس حزب القوات اللبنانيه يرجعجع مغردا: غيبوا الإمام موسى الصدر كما غيبوا بشير الجميل وكمال جنبلاط ورفيق الحريري لأنهم لا يريدون قيامة لبنان. طب لما كل البلد بكل طوائفه السياسية وأطيافه السياسية تضامنت وتكاتفت وحكيت كلام طيب، اللي مختلفين معه واللي متفقين معه، ما حدا تجاوز مشاعر حدا بالبلد، عادي. ليش الآخرين ما بيتصرفوا بذات الطريقة؟ أكثر من هيك، لك النظام الليبي سقط، ما في بح. النظام المتهم بخطف او اغتيال الامام الصدر سقط، مع ذلك لا يزال ممنوع على وزير ليبي يفوت على لبنان. وزير التربيه في لبنان دعا وزير التربيه الليبي للحضور، فاعترض الرئيس بري على انه الدوله تدعي وزير ليبي، وتواصلنا مع الوزير لنطلب منه انه في مؤسسات تربويه
بلبنان مستعدة أنه تدعيكم. الوزير وصل إلى مطار بيروت ووفقا للأصول وتأشيرة وكله يعني وقرار من مجلس وزرائه. الرئيس بري منع هذا الوزير والوفد المرافق أنه يدخل إلى لبنان. طب أنت بحق لك تمنع وزير ليبي ما له علاقة بملف الإمام الصدر وتمنع تطبيع العلاقات مع ليبيا، وبذات الوقت بحق لك تسمي شارع باسم متهم موصوف بجريمة اغتيال حريري لا بل قائد عملية الاغتيال؟ انه هي كيف تركها؟ طبعا الرئيس نبيه بري ما له علاقة بتسمية الشارع باسم المتهم مصطفى بدر الدين، انما الشيء بالشيء يذكر، ومسؤوليته ربما اذا عنده مسؤولية ان يرد الاعتداء محل ما بيمون يرد الاعتداء. طيب انسيلي خيي رفيق الحريري شوي، ياسر عرفات مش زعيم؟ مش زعيم سنة؟ شرف. ألا يوجد في الشرطة الفلسطينية في ضباطها وجنودها الذين يريدهم عرفات حراسا للإسرائيليين؟ ما في شي واحد عنده شوية إحساس بالكرامة؟ ما في شي واحد شريف يخرج على عرفات كما خرج خالد الإسلامبولي ليقول إن وجود ياسر عرفات على وجه هذا الأرض هو عار بحق فلسطين وعار بحق العروبة وعار بحق الإسلام؟ مصطفى بدر الدين متهم وانقتل وبالتالي سقطت عنه المحاكمة. طيب هيدي دعوة علنية لاغتيال ياسر عرفات، شو حزب بيدعي علنا لقتل ياسر عرفات علنا؟ بيرجع بيقول لك إلي حق سمي شارع باسم شخص متهم باغتيال رفيق الحريري وانتم عم تفتروا عليه وبدي احفظ له كرامته للزلمة؟ هيدا كله شو بيسموه؟ شو بيسموه؟ انه في طرف عم بيقول لك انا ما بدي اعيش معك بشروط العيش المشترك انما بشروط هيمنتي عليك، وبيرجع هو بذاته بيسألك خي بس ليه في داعش والنصرة والتطرف الجواب اجا من عندكم. هذا السؤال اجا الجواب عليه من عندكم، من عند الراحل هاشمي رفسنجاني. اسمعوا. فلو تنازعوا وتفشلوا وتذهب ريحكم قرآن تهدید میکنه این ظاهرو، این ظاهر رو ندیری گرفتیم ای دامن زدیم سنی و شیعه و مرکشون و اونا یه چیز دیگری بگن و لعنت به صحابه و این کارهایی که خیلی عادیه و بعضی هم عبادت میدونن برای خودشون. و همین اختلاف انداختن بین مسلمان ها نتیجهش این میشه ما به این القاعده و جایش و طالبان و این چیزا میرسیم. اللي سقفته من الاساس من المصدر من ایران من المعمل هو الاحتفال بيوم مقتل عمر. هذا رفسنجاني عم بيقول هيك مش انا عم بقول، هو اللي عم بدين مش انا اللي عم دين. اللي سقفته الاحتفال بمقتل عمر بيوم مقتل عمر مش بعيد بعد فترة يبلش يحتفل بيوم مقتل رفيق الحريري، وساعتها يا محلى تسمية شارع باسم مصطفى بدر الدين. إلى اللقاء.